بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في أكلاتي أفكاري. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلاص على الأبواب، وإن شاء الله النهاردة هنعمل حاجة كده من روايح رمضان. هنعمل مع بعض القطايف في البيت، هنعملها مع بعض من الألف للياء. طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا، وإن شاء الله هتجربيها وهتعجبك، وهتستغني خالص عن القطايف اللي بتجيبيها من بره. وان شاء الله مقاديرها متوفره عندك في البيت وسهله وبسيطه خالص. معايا النهارده 2 كوباية من الدقيق، انا هعمل 2، انت ممكن تضاعفي الكميه لو تحبي. معايا 2 من الدقيق، عليهم 2 ميه دافيه، عليهم 2 معلقتين صغيرين خميره، 2 معلقتين صغيرين سكر، 2 معلقتين كبار دقيق سمولينا اللي هو دقيق البسبوسه الخام، عليهم ذرة ملح، عليهم 1/4 معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. المقادير سهلة وبسيطة جدا، أهم حاجة بس إن تكون المية دافية. معايا أهم حاجة تكون المية دافية والخميرة والبيكربونات الصوديوم، ده أساس العجين. بنزل بالمية، ما منزلش بالمية كلها عشان على حسب نوع الدقيق، ممكن المية محتاجش 2 كوباية المية كلهم، ممكن ازود المية، فانا هسيب جزء كده من 2 الكوباية التانية وهنزل بالمقادير. معايا الدقيق السمولينا والخميرة والسكر والملح، وهديهم ضربة كده الاول في الخلاط عشان السكر يدوب كويس في المية. بعد كده هنزل بالدقيق، هضربه برضو في الخلاط كويس عشان اشوف سمك العجينة. على فكرة انا استخدمت الجزء المتبقي من 2 كوباية المية التانية، يعني انا كده خدت 2 كوباية المية على 2 كوباية الدقيق. شايفة سمك العجينة؟ اخر حاجة بضيفها معايا نص المعلقة الصغيرة بيكربونات الصوديوم. انا اسفة، انا قلتلك 1/4 معلقة في الاول، هي لكل 1/4 معلقة صغيرة. انتي لو ظبطتيها هتكون كل 2 كوباية ليها معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة سكر، معلقة كبيرة معلقة كبيرة دي سمولينا، 1/4 معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. دي العجينة معايا، بسيبها تخمر كويس، يعني بسيبها حوالي 1/4 ساعة، من 1/4 ساعة لتلت ساعة، مش اكتر من كده عشان الخميرة ما تزيدش معايا. سبتها خمرت، وبعد لما خمرت خلاص نقلتها معايا في 2 كوباية عشان يكون ليها بوز كده تسهل عليا وانا بصب العجينه في الطاسه. شايفه قوام العجينه كمان معايا عامل ازاي؟ لو حسيت ان العجينه تقلت معاكي وعايزه تزودي عليها 1/4 كوباية مية، مفيش اي مشكله، ممكن تزودي ميه، لكن هي كده سمكها كويس معايا جدا وهبدا اشتغل فيها على طول. معايا طبعا طاسه تيفال على النار، ومسخناها كويس جدا، لكن النار بتكون متوسطه ومش مسخنه. ملحوظه برضو ان النار بتجاز من اول ما بتحطي الطاسه بتكون النار متوسطه عليها، مش بتعلي النار تسخني الطاسه جامد وبعدين توطي النار، ده غلط. بتسيبي النار متوسطه من الاول عليها تسخن براحتها كده، وبعدين بننزل بالقطايف تصبيها على الحجم اللي انت عايزاه. نجاح العجينة بقى معانا بتبان ان مقاديرك مظبوطة والعجينة نجحت معاكي من الفقاعات اللي بتظهر على وحدة القطايف كده من فوق بعد ما بتصبيها على طول، ما بتاخدش وقت في السوى، يا دوب لون العجينة بيبدأ يغير من اللون الابيض كده، يبدأ يغير في اللون، بيمشي بالتدريج معايا. اول ما بلاقي كلها خلاص اللون واحد ببدأ اخرجها على طول من الطاسة. زي ما قلت لك اهم حاجه النار تكون متوسطه تحتها عشان ما تاخدش سوى جامد معاكي وتنشف منك، ويا دوب لون العجينه بيبدا يغير وببدا اشيلها على طول. اهو شايفه لون القطايف من تحت عامل ازاي، زي اللي بتجيبيها من بره بالظبط. ببدا اخرجها، واصب غيرها بقى على طول. القطايف بعد لما بخرجها ببدأ احطها الاول على ظهر العجينه كده، اسيب وش العجين لفوق، الطبقه اللي هي العجين دي لفوق والطبقه اللي استوت دي لتحت.
بسيبها كده بس حوالي نص دقيقة بس لحد لما الطبقة دي تبدأ تهدى كده معايا، عشان لو حطيت عليها الفوطة هتلزق فيها. بعد كده ببدأ أحطها على الناحية اللي هي اللي فيها العجين، وأقلبها تاني كده، أرصها فوق بعضها وأغطيها بالفوطة. أهم حاجة أسيبها متغطية بالفوطة عشان تفضل طرية معايا. أهويها بس الأول وبعد كده أغطيها على طول بالفوطة. هكمل التسوية بنفس الطريقة. تعملي بقى الأحجام اللي انت عايزاها واللي تحبيها، عايزاها كبيرة، عايزاها عصافيري كده صغيرة، زي ما تحبي. سهلة ومتاخدش وقت خالص في السوى، لأنها على طول يا دوب لون العجين بيغير وبتشيلي على طول بسرعة. أهو شايفة شكلها، ببدأ أقلبها كده كلها بعد يا دوب أهوي اللي أنا بخرجه، وبعد ما تتهوى أحطها فوق بعضها. دي كل الكمية معايا، شايفة كوبايتين الدقيق عملولي كمية قد إيه جميلة جدا وطرية وما تفرقش خالص عن بره. هبدأ بعد كده خلاص بقى أخد القطايف اللي معايا أحشيها الحشوة اللي انتي بتفضليها. والقطايف ليها أفكار كتير، إن شاء الله هنعملها مع بعض بإذن الله في رمضان. هبدأ هنا أحشيها، معايا فول سوداني وجوز هند وزبيب، وعليهم معلقتين كده من السكر ومعلقة صغيرة من القرفة. ممكن انتي تحشيها زي ما تحبي. اهم حاجة بس تقفلي عليها كويس عشان ما تتفتحش منك في الزيت. وبتتقفل بكل سهولة خالص. هخلص كل الكمية وبعدين نروح بقى ايه نشتغل في الزيت على طول. انا معايا زيت مش سخن قوي، يا دوب يبقى الزيت بتكون درجة الحرارة بتاعته كده ايه متوسطة، بيكون لسه ولا هو بارد ولا هو سخن كده، عشان ايه القطايف تستوي كويس معايا. ومعايا شربات تقيل، شايفين سمكه عامل ازاي، وان شاء الله هعمل لك فيديو للشربات تجهزيه معاكي ويكون جاهز معاكي برضو في رمضان، ينفع معاكي لأي حلويات من اللي بنحتاجها يكون جاهز على طول باستمرار. هنزل بقى بالقطايف في الزيت، الزيت لدرجة حرارته متوسطة، ما يكونش الزيت سخن خالص عشان ما يحمرش مني القطايف بسرعة وتكون طرية معايا. كده القطايف بتتحمر كويس وبتفضل ناشفة، اضمن انها تفضل ناشفة معايا. اول ما اللون الابيض اللي في حرف القطايف يبدأ يحمر ببدأ اقلبها على طول. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هبدأ اخرجها بقى من الزيت على الشربات التقيل البارد على طول، ويدوب بنزلها في الشربات تقليبة بس كده بسيطة، واشيلها على طول من الشربات على مصفى عشان اضمن انها تفضل ناشفة ومقرمشة معايا. ده الشكل النهائي للقطايف، شايفه بتلمع وجميله ازاي عشان الشربات بارد وتقيل. هبدأ بقى ازينها بشويه جوز هند كده زي ما تحبي. اتمنى تجربوها، ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم، مقرمشه وجميله وما تفرقش خالص عن القطايف اللي بنجيبها من بره، ومن جوه كمان جميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير، وما تنسوش الاشتراك في القناة. استنونا ان شاء الله فيديو جديد مع اكلاتي افكاري.